متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من مدينة تطوان، بالضبط من دوار دار الخنوس والذي يبعد عن مدينة تطوان بحوالي 12 كيلومترا. رافقنا جمعية لمسة خير من أجل حملة الشتاء الدافئ والتي تتضمن عدة أشياء، من بينها توزيع الملابس وبعض المواد الغذائية. ابقوا معنا. حالة الهراس أميرة المال لجمعية لمسة خير. شنو هو النشاط اللي قمت به؟ حملة مشروع الشتاء الدافئ. واش الدورة ديالها الأولى؟ النسخة ديالها النسخة الرابعة. عرفنا بالمنطقة اللي جيتو ليها. المنطقة اللي استفدت من هذا المشروع هي منطقة دار أخنوس، جوج ديال المناطق ودوار أشردون. شحال من أسرة تقدر تكون استفدت؟ تقريبا استفدت 80 أسرة، استفدت من الأغطية، مواد غذائية، جوارب، قبعات، ملابس مستعملة. شنو هما المبادرات اللي عندكم بحال هذه كتقوم بهم الجميع؟ كنقوموا بزاف ديال المبادرات، مثل قفة رمضان، كسوة العيد، أضحية العيد، التكفل بحالات مرضية، كفالة اليتيم. بالنسبة للناس اللي كيشوفوا أن الأعمال الخيرية ماشي حقيقة، شنو الرسالة اللي تقدر توجه لهم بصفتك كفاعلة جمعوية؟ بصفتي كفاعلة جمعوية كنوجه يعني الرسالة للناس اللي ما كيعرفوش العمل الخيري شنو هو. أول حاجة الإنسان يعني جاتو شي حالة أو مثلا جا شي اتصال هاتفي أو شي رسالة، يمشي يتأكد من الحالة، فأكيد غادي يشوف ديك الحالة فعلا كتستحق المساعدة وكتستحق يعني الخير، فهمتيني؟ ماشي مثلا واش شي واحد غادي يتصل بك غتقول له صافي فعلا أنا غادي نتعاون معك، لا، يعني تتأكد من الحالة وفعلا ديك الحالة كتستحق المساعدة وتقدر تعاونها، ماشي أي واحد غادي يتصل بينا غادي نعاونوه قفة غذائية أو فهمتيني؟ لا كاين كيفاش نعملوا؟ السلام عليكم، معكم فردوس رحموني، الكاتبة العامة لجمعية لمسة خير التطوعية. شكرا. النشاط اللي قامت به الجمعية؟ النشاط اللي قمنا به اليوم هو النشاط ديال حملة الشتاء الدافئ للنسخة الثالثة اللي كنقوموا بها كل عام، اللي قمنا بها في دوار أخنوس ودوار أشردون وهادشي اللي كاين. شنو هو بالنسبة لك العمل التطوعي؟ بالنسبة لي العمل التطوعي هو شغف، يعني كيكون يعني ماشي أي واحد يقدر يكون في هذا الشغف هذا، يعني كيطلع يعني كيبقى مزروع فيك، يعني هو مزروع فيك، يعني أي حاجة كتشوفها مهمة في حياتك، أي حاجة، وكنتمناو هاد الشيء هاد النقطة هادي تكون في أي واحد. إلا ما عملتيه شي بحال اللي كتبقى ناقصك شي حاجة. يعني الحاجة ملي كنشوفوا أي حاجة، كنكون مثلا ماشي غير في الشارع كتشوف شي واحد بدون مأوى مثلا، كيبقى فيك ما كرهتيش تديه معك للدار، فهمتي؟ يعني داك الشيء ماشي في أي واحد طبعا. ولكن الحمد لله يعني باقي الخير باقينا محسنين، باقينا الناس في قلبهم الرحمه، والناس الى ما شاف شي خاه يعني المسلم ولا خاه يعني مهم يا مسلم يا ماشي مسلم، مهم يعني عامه ما واكل شي حتى هو ما غادي ياكل شي. الحمد لله في بلادنا المغرب باقي الخير الحمد لله. تقدر تقول الناس اللي ما كيعرفوش العمل التطوعي والاحساس بالتطوع؟ شنو كنقول لهاد الناس؟ كنقول لهم ان العمل التطوعي شي حاجه اللي هي واحد الاحساس اللي هو جميل بزاف، وكنتمنى انهم يجربوا ما غاديش يندموا. شي حاجه اللي هي رائعه، احساس اللي هو رائع في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. عمر درجوش. عمر درجوش رقم البطاقه 53. السلام عليكم، معكم ازمه انوار، متطوع في جمعيه ديال لمسه خير. اليوم جينا لواحد البرنامج اللي هو سميتو حمله الشتاء الدافئ، ياك؟ جينا لواحد المنطقه في جهه ديال تطوان،
تقريبا كانت واحد 80 اسره اللي استفدت من هذا البرنامج. برنامج دواء خيري كان مجموعه ديال المتطوعين اللي كنا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن. رسالتك للناس اللي ما كيعرفوش العمل التطوعي. صراحه العمل التطوعي واحد العمل اللي هو صراحه ما عندوش واحد الثمن معين، لان كتمن واحد الحاجه شنقول لك كيفاش نقولوا تطوعي، يعني شي واحد ما كيفرض عليك شي حاجه وكتعملها بواحد الروح. اكزاكتومون، وكتعملها بواحد الروح، بواحد الرغبه، بواحد شنقولوا بواحد الحماس. باش كتكون كتعطي شي حاجه للناس وكتمارس العمل التطوعي؟ صراحه الاحساس لا يوصف. قدر نوصفه بواحد السعاده اللي هي مفرطه، لان كتمن واحد العمل كتجازى عليه هنا ولا لا. هذه من جهه، ثاني حاجه ما كتكون حتى شي حاجه مفروضه عليك، يعني كتسمع واحد الحاجه اللي المقابل ديالها لا يقدر بثمن. هذا ما كان. وفي نفس الوقت صراحه هذا العمل التطوعي كنحاول ما امكن، اذا كانوا بزاف ديال الناس كيفكروا انهم يديروا الاعمال الخيريه، فصراحه الاعمال الخيريه اللي هي واحد ما عندهاش واحد المقابل. وكننصح بزاف ديال الناس اذا كان عندهم واحد الوقت اولا ماديا ولا معنويا ولا بزاف ديال الحاجات اللي تقدر تساهم بهم من واحد الانسان اخر، يعني اللي هو العمل التطوعي ماشي ضروري يكون عندك فلوس، no. بالصحه ديالك، بالوقت ديالك، بالمعرفه، بزاف اكزاكتومون. ماشي بالضروره يكون الانسان عنده مادي باش يقدر يعمل عمل خيري، لان اذا لاحظنا الاغلب ديال الافراد راه يقدر يكونوا ما ساهموش ماديا، وانما ساهموا بواحد الاضافه اللي لا تقدر بثمن، لان الفلوس راه شي حاجه الانسان كيعطيها وكيرتاح، انما هذا الجهد اللي هو هذا الطريق اللي شابرين وهذا الصباح اللي فيقنا فيه شي حاجه اللي هي لا تقدر بثمن. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.